تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. فهذا اليوم الجميل يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع، بداية أسبوع جميل، أسبوع إيجابي إن شاء الله. أهم شيء نبتدي الأسبوع ابتسامة واسعة والتوكل على الله، وأيضا نحمد الله على نعمة الأمن والأمان، ونحن عايشين في بلد الخير هذا، ونحن نتمتع بالصحة والسعادة في ظل شيوخنا الكرام. دائما دائما بداية الأسبوع نطلق الطاقة الإيجابية في العالم وفي الجو، ونقول ونتوجه إلى أعمالنا ونحن مبتسمين، ونحن ناويين إن شاء الله نخدم الوطن ونقدم المزيد ونحقق إنجازات لهذا الوطن المعطاء. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملة، تطل عليكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة، اللي يطل عليكم من الأحد إلى الخميس من الساعة تقريبا 10 وخلينا نقول 6 دقائق تقريبا الى الساعه قريب 11 صباحا كل يوم من الاحد الى الخميس، ندردش فيه معاكم، نطرح احدث المواضيع الطبيه، ناخذ اسئلتكم وملاحظاتكم، شكاويكم، اقتراحاتكم، وانا دائما دائما اشدد على موضوع الاقتراحات، لان دائما اقتراحاتكم هي اللي تساهم اكثر شيء في تحسين اي خدمه كانت وين ما كانت، لان في النهايه الخدمات كلها اللي تقدم هي تقدم لكم، فدائما نطمح نصل الى اعلى المستويات، فلا تبخلوا علينا باقتراحاتكم. وعشان تتواصلون معنا نذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. في البداية مثل ما تعودنا نبتدي أول شيء مع أسماء الجناح، أو شيء أرحب الموجود معي أيمن سرحيل، ميسي من رحب أبو نوح، يعطيك العافية أيمن، ومعي في التنسيق ميرا المري، وطبعا كل الشكر لطاقم الإعداد في إدارة الإعلام في هيئة الصحة بدبي لإعدادهم فقرات صحة وسعادة وترتيب مع الضيوف وتنسيق المعلومات وغيرها، يعطيكم ألف عافية، أنتم الجنود المجهولون، فمشكورين جدا على جهودكم. نروح الحين إلى أسماء الجناحي، وما هو جديد السوشيال ميديا؟ صباحك وردي أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليك وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي والمقدمين والجميع إن شاء الله. إن شاء الله. شو الجديد في السوشيال ميديا خلال الويكند هذا؟ في البداية أحب أقول لكل النساء كل عام وانتم بخير بمناسبة يوم المرأة العالمي، والوسم اللي صدر ترند هو يوم المرأة العالمي. كل عام وانتم بخير. وهي صح، وكل عام وانتم بخير وجميع النساء بخير. أيضا دكتور بس ناخذ شوي جولة في الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، ما شاء الله جميع الجهات الصحية والإعلامية وال يعني الجهات المختلفة كانوا مركزين على موضوع التوعية بفيروس كورونا المستجد. بس نحب نذكر أن الهدف من التوعية أن الإنسان يأخذ احتياطاته. فنحن كلنا نتمنى الواحد يأخذ احتياطاته، الأشياء كلها نصيغها كلها أمور احترازية فقط. فالناس يعني وايد يسألون ليش هذا ليش سوى هذا، فنحن هالأمور كلها احترازية والحمد لله وضع العام آمن، ودائما نأكد على موضوع أن خذوا المعلومات من المصادر الرسمية. صحيح. دام المصادر الرسمية كل ما سوى شيء قالت فواجب في شيء يمنع أن أنا أخذ معلوماتي من المصادر الرسمية، ودام في شيء ما نحط في المصادر الرسمية يعني 100% أن هاي المعلومات غير صحيحة. صحيح. لو كان صحيحة كان نحطها. فدائما نطلب من الجميع ان يتابعون قنوات الوزاره والجهات الصحيه اوام وغيرها من وكاله الانباء الاماراتيه، هم اللي قاعدين يحطوا لكم المعلومات الابديتد والجديده والصحيحه. نعم. ايضا من ضمن الاشياء اللي يعني تم وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي ان صحه دبي ممثلة بإدارة المختبرات الطبية والوراثة تحصل على الاعتماد الدولي من الكلية الأمريكية لعلم الأمراض اللي هي اسمها كاف CAP بعد استجابة كافة المعايير وشروط الصارمة. ذكرها هي يعني من المعايير أو من الاعتمادات اللي جدا
صعب الواحد يحصل عليها في المختبرات. صحيح. والحمد لله ان هيئه الصحه اجتازت كل هالمعايير، والحمد لله تكون نحن اول يعني مؤسسه صحيه حكوميه خارج امريكا تمتلك اكبر شبكه مختبرات طبيه حاصله على اعتماد الكليه الامريكيه لعلم الامراض. فيعني هذا دليل ان احنا عندنا ما شاء الله يعني يعني اقسام قويه واعتمادات عالميه. فالحمد لله الحمد لله من الاشياء يعني جهود كل العاملين في اداره المختبرات ما قصروا. يعطيهم الف عافيه. ايضا الله يعافيك. ونختمها بالرساله الصباحيه اللي تقول: في كل عمل نقوم به لابد من وجود عنصر من عناصر المتعه في اي شيء نحبه. ابحث عن هذا الشيء لتعمل وتبدع وتعمل ما تحب. ودمتم بصحة وسعادة. وانتي بصحة وسعادة يا أسمة، شكرا لك ونهارك سعيد. وفعلا أسمة ذكرتنا بأن اليوم يوم المرأة العالمي، هذه تحية تقدير لكل امرأة على وجه الكرة الأرضية. احنا طبعا النساء ما نحتاج يوم، الرجال يحتاج يوم عشان نتذكر، ولكن المرأة ما تحتاج. النساء تنجز في الثانية، كل ثانية تنجز، لما ترعى بيتها، لما ترعى عيالها، لما تخدم وطنها. فهذا مجرد وجود يوم للمرأة هو تكريم زيادة للمرأة. فهاليوم دائما احنا نتذكر مثلا بنكرم النساء اللي عندنا في العمل مثلا، او الموظفين اللي عندي مثلا يشتغلون، لكن في لفتة جميلة اعتقد يمكن وايد ناس ما تنتبه لها، احيانا ننسى ان احنا نكرم النساء اللي في حياتنا احنا الشخصية، مثلا امك او اختك او صديقتك المقربه اللي هي فعلا شخص مميز. ننسى ان احنا نكرمهم ونقول لهم في اليوم انت امراه مميزه، وهذا يوم المراه العالم هو مجرد تذكير لنا بالانجازات اللي انت حققتيها. فخلينا نحط هذا ببالنا، وما فات الاوان الحين بدايه الصبح، اذا في عندك انسانه مميزه في حياتك طرشي لها ولو مسج الصبح، ذكريها باليوم يوم المراه العالمي وانك ذكرتيها لانها امراه مميزه. صدقوني هذا يخلق امواج من السعاده ويجعلها امراه اسعد وتعطي اكثر. نروح الفقره التغذويه. اليوم احنا نتكلم عن الفوائد الصحيه للكمون. ما شاء الله من فتره عندنا هذا الثيم، الفوائد الصحيه لمختلف الاعشاب والبهارات الموجوده. فنتكلم اليوم عن الكمون. الكمون يعني هو نوع من انواع البهارات الجميله الحنونه، دائما تلاقون نستخدمها احنا في بيوتنا، تعطي شيء نكهه لذيذه. فنشوف شو الفوائد الصحيه، مو بس من الطعام ولكن ايضا فائده صحيه، مع الاستاذه نجله درويش اختصاصيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي. صباحك ورد استاذه نجله. صباح الورد دكتورة ندى. اهلا فيك. اهلين. خبرينا احيي المستمعين. نعم. في البدايه كلهم، واحيي المراه فعلا شو ما كانت طبيعه عملها، هي مميزه من داخلها في كل شيء تقدمه. نعم اكيد. شو الفوائد الصحيه للكمون؟ وممكن بعد نعرج على موضوع كيف الطريقه الصحيحه لاستخدام الكمون عشان نستفيد من كل الفوائد الصحيه اللي تطرحينها لنا. طبعا في كثير من الناس ممكن تضيف الكمون مثل ما ذكرتي دكتورة في الطبخ وشي، لأنها لها نكهة مميزة وتطغي على بعض الروائح اللي ممكن من وراء، خاصة الأكلات البحرية. فمهم جدا أن المرأة لما تضيف الكمون تعرف مثلا شو فوائدها بالضبط، بحيث أن تعزز هالشيء من ضمن التوابل اللي تكون شيء أساسي عندها في المطبخ بشكل عام. مو بس ممكن يكون يستخدم للطبخ، يعني ممكن احنا نضيفه في يعني نحطه من ضمن الاشياء اللي نحتاجها خلال اليوم الواحد. يعني مو بس نركز على ثلاث وجبات الرئيسيه، لا، نحن نحاول ندخل شوي الكمون من ضمن الاشياء الاساسيه. والحين بنذكر لكم فوائدها. طبعا انا اول فائده حابه اذكرها ان هي مضاده للفطريات، ملينه ومسكنه للالام وطارده للغازات بشكل عام. فاللي يعاني من مشاكل المعده سواء كانت امساك اسهال، من ضمن هذه المشكلات ننصح انه ياخذ الكمون. لو مثلا كميه مثلا ملعقه صغيره نقول ياخذها، حتى لو يحطها مع الزبادي، مثلا يضيفها بماء دافئ ويضيف عليه شويه ليمون زنجبيل. خاصه بهذه الفتره دكتوره ندى نحن ننصح الجميع انهم يلجؤون للاشياء الطبيعيه اللي تعزز مناعة الجسم وتقوي المناعة وتحارب كذلك الأمراض اللي ممكن تنتشر يعني بين فترة وأخرى. صحيح. حتى الأمراض الموسمية. فهي بعد مصدر جيد للحديد، مثل ما نحن نعرف أن الحديد مهم جدا وعنصر أساسي يلعب دور هام في الجسم والتفاعلات الحيوية، وأنه يعني مهم جدا في تكوين الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء ونقل الأكسجين. طبعا هو مصدر حلو وايد جيد للحديد اللي ممكن يستفيد منه الشخص، وخاصة النساء والأطفال،
وخاصة النساء الحوامل، لأن عندهم قابلين ينزل عندهم الهيموجلوبين بنسبة بسيطة، وهذا شيء متعارف عليه. ولكن نعزز استخدام الكمون حتى لو بشيء، يعني مو بشرط كميات كبيرة، لأن احنا بعد ما نحب نتجاوز الكميات، شيء كل كميات معتدلة الشخص ممكن ياخذها. طبعا غنية جدا كذلك بالمنغنيز، الكالسيوم، المغنيسيوم، فيتامينات باء كذلك، وغنية جدا بمصدر البوتاسيوم، وجدا مهم للجسم. طبعا بطريقة أو يعني بطريقة ما أو بأخرى، بعد كثير ينصحون الكمون للناس اللي يعانون دائما من ارتفاع في سكر الدم، لأن الكمون يساعد في تعديل مستويات سكر الدم أو قراءات مستويات الدم كذلك في الجسم. عندنا إذا جينا نركز وايد على المعدة، فهو يحفز انزيمات الهاضمة وبالذات انزيمات البنكرياس، ويتغلب على العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي، يعالج كذلك عسر الهضم. وشيء وايد مهم انه يقوي المناعه، ومثل ما قلنا ويحارب الامراض الموسميه، مضاد للالتهابات. يعني الكميه البسيطه او نقول اللون البني هذا اللي نحتاجه نحن فعلا، وصارت عليه يعني مثل ابحاث كثيره من يعني من يستخدمونها من عصور قديمه جدا، واكتشفوا انها فعلا لها فوائد عديده. فهاي من ضمن الفوائد اللي حبينا نذكرها، وكذلك يساعد في تعديل مستويات الكوليسترول أو الحفاظ على مستويات الكوليسترول الضار في الدم بمستوياته الطبيعية. ممتاز، أنا شاكرة لك أستاذة نجلة درويش، والمخرج أيمن صحيح يشكرك جدا، يقول أسلوبك مميز في طرح المعلومة، شكرا لك واستانس على فقرة جزاكم الكمون. الله خير، وكل الشكر على هالاستضافة الحلوة، ونأمل دائما الجمهور يستفيد، إن شاء وإن الله شاء الله نقدم لكم دائما الأفضل، أكيد، شكرا لك، ونتمنى لهم دائما الصحة والسعادة. إن شاء الله وأنتي بصحة وسعادة. شكرا لك أستاذة نجلة درويش، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، هذه المداخلة بخصوص الكمون. أيمن قبل ما نطلع فاصل بس على السريع بنعطي نبذة عن الإجراءات اللازمة للقادمين من السفر. في حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية قبل، أثناء أو بعد السفر، ننصح المسافر بالتالي: رقم واحد، التوجه إلى أقرب مركز للرعاية الصحية على الفور، مع طبعا ضرورة إخبار الطبيب عن سفرك الأخير وأعراضك. البقاء في المنزل، تجنب الاتصال مع الآخرين قدر الإمكان، تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس ورميه بعد الاستخدام. طبعا غسيل اليد ثم غسيل اليد ثم غسيل اليد بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وتكرار هذه العملية عدة مرات في اليوم. وإذا ما توفر الماء والصابون ممكن استخدام معقمات اليد المعروفة، لكن مهم جدا يا جماعة نتأكد من نظافة اليدين قبل أن نلمس العين، الأنف أو الفم. ودمتم إن شاء الله كلكم بصحة وسعادة، رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل نواصل صحة وسعادة. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل 600551414، والرسائل النصية على 4006. تنظم هيئة الصحة بدبي ضمن جهودها المستمرة للوقاية من الأمراض المختلفة العديد من حملات التوعية لرفع وتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب وأعراض وطرق الوقاية من هذه الأمراض، طبعا بما فيها فيروس كورونا المستجد. للحديث عن هذه الحملات بشكل عام، ونعطيكم شوية نصائح وإرشادات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي والجهات الصحية في الدولة للوقاية من الأمراض، يصيرنا يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتورة هند العوضي، رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتورة هند. صباح النور والسعادة. أهلا فيك، صحة وسعادة. أهلا. دكتور هند، بداية نعطي فكرة عامة عن جهود التوعية التي تقوم بها هيئة الصحة للتوعية بمختلف الأمراض، ونعرج سريعا على فيروس كورونا المستجد أيضا. طبعا هيئة الصحة على أتم الاستعداد من جميع النواحي، من ضمنها تثقيف المجتمع عن أي أمراض مستجدة بشكل عام. هيئة الصحة يعني قامت بتثقيف المجتمع على عدة محاور، على النزول الميداني، قمنا بعدة حملات ميدانية لعدة جهات حكومية ومحلية، عرفناهم ما هو فيروس الكورونا والإجراءات الوقائية اللي نتبعها لحماية أنفسنا، وأجبنا على العديد من استفساراتهم وأسئلتهم وردينا عليها، وفندنا الكثير من الإشاعات اللي كانت متداولة بينهم. هذا كان نزول ميداني، وطبعا إحنا
بعد محورنا الثاني كان عن طريق جميع وسائل التواصل الاجتماعي، الانستغرام والتويتر فكنا ننزل بشكل مستمر عديد من الأشياء التوعوية، العديد من الإشاعات سندناها وغيرها بالصورة. وطبعا بعد قمنا بالعديد من النشرات في الجرائد والأخبار، بعد كان عن فيروس الكورونا وطرق الوقاية منها والإجابة على استفسارات وأسئلة الجمهور. ممتاز. بما أنها حين طبعا الحديث كان دائما يدور عن فيروس الكورونا المستجد وكثير من الإشاعات والمفاهيم الخاطئة اللي تدور دكتورة هند، فنوضح مثلا شو أكثر المفاهيم الخاطئة اللي تحسين الناس عندها؟ طبعا جزء منها يتعلق بالكمام، بس نير الموضوع الكمام بعدين، بس المفاهيم الخاطئة اللي تمر عليكم شو تحسين الناس عندها مفاهيم خاطئة ممكن إحنا نصححها لهم عشان مثل ما يقول يعني ما تنتشر المفاهيم الخاطئة في المجتمع؟ أول شيء أنا حابة أقول للناس أن فيروس الكورونا هو مش فيروس جديد، هو فيروس جدا قديم. الجديد فيه هو السلالة هذه فقط هي الجديدة فيه فقط. فالكثير من الناس يتوقع أنه إذا هو أصاب بهذا الفيروس معناته هذا حكم بالمؤبد أو أن هذا مرض مزمن، وهذا طبعا المعلومة خاطئة أو غير صحيحة. الجسم يتجاوب مع العلاجات المساندة لهذا المرض ونسبة الشفاء تكون فيه جدا عالية. والكثير من الناس يتوقعون أن إذا أنا خذيت الخلطات الشعبية والعلاجات الشعبية أو خذيت نوع معين من الأكل هذا بعد ممكن يحميني من فيروس كورونا، وبالفعل إحنا نقول أن الأكل الصحي مفيد، لكن هذا ما يعني أن إحنا راح نقي نفسنا من الكورونا بهاي الطريقة. صحيح. الطريقة الصحيحة أن إحنا نحمي نفسنا من فيروس كورونا المستجد COVID-19 هي باتباع الإجراءات الوقائية، مثل الحفاظ على نظافة اليدين بشكل دائم ومستمر، نغسلها بالماء والصابون، وإذا ما كان متوفر عندنا نستعمل معقمات اليد لمدة لا تقل عن 20-30 ثانية يعني. وبعد دكتورة نعلم الناس آداب واتيكيت السعال والعطس. الواحد أعتقد هالاتيكيت لازم يكون عند الناس دائما، يعني طول 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 السنة مو بس الحين، يعني مو بس لكوفيد-19 بشكل عام لأي عدوى تنفسية المفروض الواحد ما يفعل مباشرة بدون ما يستعمل منديل، يعني دائما استعمل منديل وتخلص منها مباشرة. ما توفرت لك المنديل وما أصل في مكان ما تقدر توصل للمنديل، استعمل باطن الكوع. وهذه أفضل طريقة دكتورة إن إحنا نحمي أنفسنا من أي عدوى تنفسية بغض النظر كان COVID-19 أو غيره. صحيح صحيح. شو عن موضوع الكمامات؟ ما شاء الله ما تم كمامات، الناس كلها تلبس كمامات، فإحنا يعني نبغى الناس تفهم إن هل الكمام ضروري أو لا، هل لازم الكل يلبسه ولا منه لازم يستخدمه؟ يعني للأسف صاير الموضوع تجاري بحت دكتورة. صحيح. يعني كل من هب ودب قام يلبس صافي ماركات بعد للماسكات، الحين بعد ناس قامت تبغى تلبسها بالماركات صارت يعني نزلت الماركات وجميع الأشكال، والناس تعرفت على يعني أنواع كمامات ما تستعمل إلا في مراكز طبية متخصصة تكون. صحيح. فكرة الكمام دكتورة إن الشخص المريض يلبسه عشان ما يعدي الأشخاص الصحيين السليمين. الفكرة أن هذا الكمام يمنع الرذاذ من الانتشار. فالشخص المريض نعم إحنا ننصحه أنت تلبس كمام عشان ما تعدي الآخرين، فليش الأشخاص السليمين يلبسون الكمام؟ ما له أي داعي وما له أي فايدة أصلاً أنك أنت تلبس الكمام. الفئة الثانية اللي يلبسون الكمامات هم الطاقم الطبي. ليش الطاقم الطبي يلبس الكمامات دكتورة؟ عشان هو يتعامل بشكل مباشر مع الأشخاص المرضى. فهذه الفئتين هي الفئتين اللي احنا ننصح انهم يستعملون الكمامات. الناس السليمين الأصحاء مثلي ومثلك ما يحتاجون يلبسون كمامات لأنه ما له أي داعي وأي فايدة، وبالعكس إذا هم لبسوا وايد سمعنا الكمام N95 والكمام المفلتر هذا كله ما له داعي اصلا. انت تضغطين على التنفس عندك، واللي نجرب يلبس هالنوع من الكمامات يحس انه كانه مخلوق مو قادر. ما تم تقعدين فيها حتى يمكن نص ساعه شي تحسين التنفس عندك صار جدا صعب، لازم تطلعينه.
بالضبط في طريقه معينه انك تلبس الكمام، وحتى هاي الكمامات الجراحيه العاديه ما تلبس باي طريقه دكتوره، يعني وهذه يعني مش ريوزبل، احنا لازم نتخلص منها. يعني لها طريقه معينه في اللبس ولها فئه معينه بعد يلبسونها، مو كل من هب ودب قال بلبس الكمام انا كذي بحمي نفسي. صحيح صحيح. دكتورة هند، بما نتكلم عن الكمام والمفاهيم الخاطئة، نريد نذكر الناس بطريقة انتقال الفيروس وشو الأعراض اللي تصاحب الفيروس. طريقة انتقال الفيروس مثل انتقال أي عدوى ثانية، اللي هو عن طريق الرذاذ الملوث. لما الواحد يعطس أو يكح، الرذاذ ينتشر في الجو لمسافة معينة وبعدين ينزل على الأسطح. فالطريقة هي الرذاذ الملوث عن طريق السعال او عن طريق الاسطح الملوثه. واعراضها تشبه جدا اعراض الانفلونزا العاديه، يعني ما في اي فرق. وايد شفنا نشرات نزلت ان هذا هو الاعراض هذه للانفلونزا والاعراض هذه لكوفيد 19. طبعا هاي البوستات اللي احنا شفناها في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحه دكتوره. صح. ما في اي فرق بين الانفلونزا العاديه وانفلونزا كوفيد 19. الفرق الوحيد يا دكتوره اذا كان الاعراض مصاحبه لتاريخ سفر تاريخ سفر السابقه لاسبوعين، او اذا انت كنت مخالط لشخص مريض. هني احنا نبدا نشك ان انت الاعراض اللي انت تبينها هذه يمكن تكون فيروس كورونا المستجد. صحيح. دكتورة هند، كلمة أخيرة أو نصيحة توجهينها للجمهور بخصوص كورونا وبشكل عام الحفاظ على صحتهم. طبعا احنا ننوه الناس انه ما له داعي الذعر والخوف اللي هم عايشينه. دولة الامارات وجميع الجهات الحكومية والمحلية تشتغل 24 ساعة عشان تحافظ على صحتهم وسلامتهم. صحيح. وهذه في قائمة اولوياتهم. فاحنا نقول مارسوا حياتكم بشكل طبيعي، ما له داعي كل هذا الخوف والهلع اللي هم عايشينه. فقط اذا انت لك اعراض او ان انت عندك اي عدوى تنفسيه، احنا هني نقول لهم انكم اتبعوا بعض الاجراءات الوقائيه وكذي بسرعه. صحيح. شكرا للدكتوره هند العوضي، رئيسه قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئه الصحه بدبي، مداخلتك اليوم بخصوص الاحتياطات والاحترازات اللازمه للوقايه من الامراض بشكل عام بما فيها فيروس كورونا المستجد. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا. طبعا مثل ما تفضل الدكتورة هند، وهذا يعني الكلام اللي تقوله هو إعادة لدائما احنا نقوله في صحة وسعادة، إن لا داعي للهلع ولا داعي للخوف، ودائما خذوا الكلام من مصدره الأصلي اللي هو هيئة الصحة بدبي، صحة أبوظبي ووزارة الصحة. أي حد خارج، أي شخص يعطيكم أي معلومات عن مو بس ترى فيروس كورونا يا جماعة، أي معلومة، ترى احنا الإشاعات الطبية ترى احنا نسمعها من زمان قبل ما يطلع كورونا، قبل ما يطلع أي مرض. إشاعات الطبية دائما موجودة، وأنا من بداية صحة وسعادة كنت دائما بين فترة فترة أطرح عليكم الإشاعات الطبية تطلع كلام مثل ما يقول يشيب له الولدان، يعني شيء مو معقول، يعني ما تعرف الناس من وين قاعد يجيبون هذا الكلام. المشكلة مو بهني، يعني إحنا اللي زعلنا مو باللي يطلع الإشاعة هاي، الناس اللي تم تتداوله وتصدقه. زين، نبغى نكون مرة أخرى مجتمع واعي. شو يعني مجتمع واعي؟ يعني وصلتني أنا معلومة طبية، أوكي، من ما عليها لا لوجو لا هيئة الصحة، ولا حتى ترى بعض الناس تاخذ لوجو مال الجهات الرسمية وتحطه على الخبر عشان تتصدقه. أدش الحساب، ترى أي شيء يعني جديد، الحسابات التواصل الاجتماعي لكل هالهيئات المختصة 24 ساعة يكون فيها تحديث. مثل ما قالت أسماء الجناحي، أدش هل عرضوا هذا الخبر عندهم أو لا، ما عرضوا احتمال ما يكون الخبر صحيح. أنا بعدني شاك، أتصل على الأرقام الموجودة سواء هيئة صحة بضبي، سواء صحة بضبي أو هيئة الصحة بدبي أو وزارة الصحة، يا جماعة وصلني الخبر صحيح أو غير صحيح. بس ما نسهم، أنا اللي أشوف جروبات الواتساب ما شاء الله الناس تتداول، يعني يوصلني نفس الخبر المغلوط، المعلومة الغلط من أكثر من شخص. فكونوا مجتمع واعي، وقفوا الإشاعة عندكم، تأكدوا هل هي صحيحة أم لا. في خبر يكون عبارة عن بذرة صغيرة ما شاء الله كمية البهارات اللي تنحط عليه يحسسك أن هذا بسم الله الديناصور، يعني هذا مو فيروس، يعني ما شاء الله عليكم. فالله يخليكم لا تسهموا في نقل الإشاعة، في ترويج الإشاعات. أنا ما بقول ترويج، أنت لما تنشرها في جروبات الواتساب هاي قاعد تروج لها، فلا تروج، وقف الإشاعة عندك، تأكد من المصدر
مو بصحيحة وقفها، سوي لها ديليت خلاص. جهودنا المتضافرة، أنا أسوي ديليت وغيري 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 وغيري، كل هذا يقلل القلق العام اللي قاعد يستوي، والناس اللي عندها خوف مثل ما قالت دكتورة هن هلع غير طبيعي. فإنه بنكون شعب واعي ويوقف الإشاعات وما يتداولها. رح نطلع إن شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة، صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما بدينا الحلقة مع اسم الجناحي وعايدة كل النساء بمناسبة يوم المرأة العالمي، رح اليوم نتكلم معاكم عن هذا اليوم المميز. طبعا هيئة الصحة بدبي تشارك المؤسسات الصحية في العالم احتفالاتها اليوم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام. بنتكلم عن هذه المناسبة وأهميتها وشو الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي للمرأة. يصيرنا يكون معنا اليوم الدكتورة عفرة أهلي، أخصائية طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتورة عفرة. صباحك نور وسرور عزيزتي دكتورة، حياك الله، نورتينا في صحة وسعادة. هذا نوركم. إنزين، نبتدي أول شيء نتكلم عن شو أهمية، طبعا ما نحتاج يوم، ما نحتاج يوم للمرأة، لكن شو أهمية وجود يوم للمرأة للمؤسسات الصحية؟ المفروض كل يوم يكون يوم المرأة طبعا. سوري شباب، ولكن نحن لازم نهتم بالمرأة. صحيح. أنا شو يعني يوم أقول صحة المرأة؟ صحة المرأة ما تعني بس صحتها البدنية. أنا لازم أخذ كل شيء وأحيط بالمرأة من كل الجهات. صحيح. سواء كانت الجهة النفسية والعاطفية، الصحة البدنية، ولا الصحة الاجتماعية. نحن لا ننسى أن هي أصلاً أساس المجتمع. صحيح. في هاي الحالة معناته بما أن هي أساس المجتمع، صحتها جدا مهمة عشان ترعى المستقبل. أكيد. إنزين، شو الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة عشان يعني تهتم بصحة المرأة؟ أوكي. من أهم الأشياء لتعزيز صحة المرأة الخدمات الوقائية اللي نحن كأطباء الأسرة نقدمها للمرأة على رأسهم، والشيء اللي أنا جدا أعشقه ودائما أنصح الحرمة تسوي، فحص عنق الرحم. ممتاز. تمام. فحص عنق الرحم إذا أنا بتكلم عنه على مستوى العالم، فالمنظمة الأمريكية لأطباء الأسرة تقول أن المفروض يبتدي من عمر 21. نحن نقول بعد الزواج. نعم. بعد الزواج من عمر 21 ويستمر لعمر 65 في حالات معينة. طبعا بعد ما أنا أخذ وأعطي مع المريض هذا أقول له ممكن أنت تستمر تسوي الفحص هذا، ممكن أنا أكمل معك، وممكن أنا أحولك على الطبيب المختص. ممتاز. تمام. غير عن هذا لازم أنا بعد أستفسر أكثر عن حالة المرأة هذه إذا كان عندها أي أعراض يا دكتورة. في بعض النساء تخجل تقول أني أنا مثلا عندي نزيف، أو أنا عندي ألم، أو أنا عندي مشاكل صحية. صحيح. الشيء الثاني ومن أهم الأشياء اللي بعد أطلقتها الدولة اللي هو مبادرة فحص الثدي. نعم. فحص الثدي اللي نحن نتطرق له عندنا نحن الفحص السريري. إذا في حال كان عندك ألم ممكن تين في أي وقت نحن نفحصك، نعلمك طريقة الفحص المنزلي والأوقات اللي أنت لازم تسوينها فيها. نعم. زايد فحص الماموغرام. شو هو فحص الماموغرام؟ هو عبارة عن أشعة نحن نسويها تبتدي من عمر 40. أي نعم، في الخارج يتكلمون أن نحن نسويها من عقب عمر 50، ولكن دولتنا العزيزة شافت أن نسبة سرطان الثدي عالية جدا، ممكنها توازي تقريبا 23%. فأطلقت هذه المبادرة من عمر 40. ممتاز. في استثناءات؟ أكيد في استثناءات. يتيني قلتي لي والله أنا عندي الوالدة، عندي خالتي، عندي أختي عندها سرطان الثدي. أنا أشوف عمرها وبناء على أنواع الجينات أو أنواع المشاكل اللي موجودة عندك فيها في العائلة، أنا أغير الفحص هذا وأقول لك نجدمه إن أخرى وما إلى ذلك. ممتاز. دائما المجتمع أو المنظمات الصحية وقت تركز على سرطان الثدي، بس سرطان عنق الرحم لاقي الناس ما يعني حتى النساء ما عندها وعي كافي عليه. فندردش شوي عنه، مثلا شو مثلا أعراضه، شو أسبابه، الفحص مالك الكم لازم يتسوى للمرأة عشان يكون عندهم وعي أكثر بخصوص هذا الموضوع. كلامك صحيح. اللي لاحظته في الفترة الأخيرة إذا بسأل الحرمة، طبعا احنا انت عارفة احنا عندنا برنامج او الهيلث مينتنس اللي لازم انا بعد ما اخذ الهيلث، حتى لو كنت جايتني انت عشان مثلا زكام او شيء بسيط، بس اسألك يا هل انت سويتي فحص عنق الرحم او لا. نعم. تسألني شو يعني هل انا سويته وانا حامل؟ هي. لا يا عزيزتي، مش اللي انت سويتيه وانت حامل، اللي سويتيه وانت حامل انا اخذ مسحه عشان اشوف اذا عندك بكتيريا عشان الطفل هذا. صحيح. لا اكثر ولا اقل. صحيح. اما فحص عنق الرحم مثل ما قلت لك تبتدي من عمر 21، او اذا عندنا نحن هنا في البلد ما انا دوله مسلمه
من بعد الزواج. نعم. اوكي. اللي نسويه نحن ناخذ موعد مع طبيب الاسره بما ان نحن كلنا مخولين نسوي هذا الفحص. تجلسين مع طبيبتك تقولين لها انا مثلا يد بس اسوي فحص دوري. اوكي. شو معناته اني اقول لك بسوي فحص عنق الرحم؟ اي نعم انا اخجل. انا كامراه اخجل. في وايد من الحريم يستحون يسوونه. تستحي تقول لك مثلا دكتوره انا صار عندي قطرات من الدم ما بين دورتين. زي عزيزتي ترى هذا عرض. بالضبط. انا لازم اتاكد ليش صار عندي انا قطرات الدم ما بين دورتين. صحيح. في بعض من النساء تقول لك لا دكتوره انا صار عندي الدوره طولت فتره طويله ممكن حتى تاخذ الشهر. نعم. ممكن تاخذ شهرين. انزين الدوره هاي ما كانت طبيعيه كان في عندي نزيف. انا ما لازم ابحث عن هذا الشيء. بالضبط. لازم ما تتجاهلينه. في بعض النساء تخجل أتي تقول لك دكتورة أنا كان عندي ألم أثناء الجماع. عفوا ولكن هذا عرف. لازم أنت تبلغين عنه. فكل الأعراض تعاني من النساء لازم توجه فيه للعيادة. أكيد. فالفحص بيدي من بعد الزواج. بعدين كل متى لازم يتكرر الفحص؟ أوكي. طبعا حسب المنظمات العالمية إذا بدينا الفحص من أول مرة فهو من عمر 21 إلى عمر 29 الفحص يتكرر كل 3 سنوات مرة. نعم. واضح؟ فلنفترض أنا كان عمري 30 ويتسوي الفحص، فالفحص راح يتكرر كل 5 سنوات مرة. ليش؟ الفحص الأولي اللي يكون ما بين 21 29 هذا الفحص عبارة عن فحص خلوي فقط. نعم. تمام؟ يكون مجهري ونشوف شكل الخلية فيها. أما الفحص اللي هو ما بعد عمر 30 إلى 65 نحن نسميه كو تيستينج. شو يعني الكو تيستينج؟ معناته أنا أجمع فحصين في واحد. ممتاز. الفحصين هذا عبارة عن فحص الفيروس اللي نحن نسميه الاتش بي في أو الورم الحليني مع الفحص الخلوي تحت المجهر. ممتاز ممتاز. الدكتورة عفرة لما نتكلم عن صحة المرأة طبعا غير فحص عنق الرحم وغير فحص الثدي سرطان الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لما نتكلم عن الصحة النفسية للمرأة احنا كأطباء أسرة يعني احنا مثل ملاذ الاول للمراه دائما لو عندها مشكله نفسيه، فشو كيف احنا نقدم الدعم للمراه في هالخصوص لو عندها مشاكل يعني تحتاج دعم النفسي مش المعنوي مش الفيزيائي مثل ما نقول. اوكي. هذا جانب جدا مهم. وايد من الحريميون العياده تحسين عندها شيء ولكن ما عارفه كيف تطلعه. صح. ويمكن حتى تلاحظين ان زيارتها تكون متكرره باعراض مختلفه جدا. وفي بعض الحين حتى كطبيب تحسين ان هاي الاعراض ما لها يعني جانب مثل ما قلتي او تفضلتي سريري او فيزيائي. بعد جزء من الهيلث مينتنس اللي احنا نسويه يكون في سؤالين، هذول السؤالين نحدد في حاله المريضه هذه اذا كان في عندها اعراض الاكتئاب او لا. صحيح. بس اسالها خلال الاسبوعين اللي فاتوا هل حسيتي نفسك حزينه مكتئبه؟ حسيتي نفسك انت خسرتي المتعه في وظائفك اليوميه او حياتك الروتينيه ولا لا؟ اوكي. ممتاز. في بعضهم بيردون عليك بايجابيه في بعضهم لا، ولكن هل يعني الزياره اللي بعدها انا ما اسالها؟ لازم ارجع اسالها، لازم اكرر هذا الشيء. ممتاز. واحد من الاشياء بعد من المبادرات اللي كانت موجوده عندنا اللي هو انا اقول حق الحرمه بعد الولاده بست الى ثمان اسابيع تعالي لي. اوكي. يكون في سكرينينج اولي من المستشفى نفسها. ممتاز. والسكرينينج الثاني يكون معي انا كطبيب اللي هو المسحي. المسحي. في هاي الحاله بعد اسالها ترى لا ننسى نحن اكتئاب بعد الوضع. نعم. هذا شيء جانب جدا جدا مهم. صحيح. ممكن ياثر على الام على الطفل على الاسره باكملها. تمام. في بعد عندنا نحن أسئلة لازم شوي نحاول نمحورها عشان نكتشف إذا كان في عنف أسري. صح. أثر على حياتها. العنف الأسري لربما هو موجود بكثرة ولكن نحن ما عندنا القدرة أو الوقت الكافي إن نجيب الحرمة من البداية ونكتشف المشكلة هذه، وفي بعض الحين حتى نتأخر في اكتشاف هاي المشاكل. فلازم المرأة تكون أصلا هي يعني مع خصوصا مع طبيبة الأسرة تكون متفتحة أكثر، إذا عندها أي مشكلة لازم توجه لطبيبة الأسرة وتقول لها. دكتورة حفرة أنت طبيبة. دور الطبيبة طبيبة إماراتية، شو توجهين رسالة للنساء إذا في حد في نساء الحين يسمعونا عندهم بنات يبون يسوون طبيبات بس تلاقي الأمهات متخوفات، لا شغل الطبيبة تعب، لا الوظائف الطبية بشكل عام طبيبة ممرضة أشعة مختبر، تلاقي في بعض التردد يكون أحيانا، شو رسالتك للمرأة الإماراتية أو المرأة بشكل عام والإماراتية بشكل خاص فهذا اليوم كدورك من منطلق دورك كطبيبة؟ تمام. شوفي بالنسبة لي أنا الطب عشق. أوكي. يمكن اذا انا اقول لك يعني في صوري حتى وانا طفله احط السماعات في اذني، احب اعشق اصريت وصرت طبيبه اليوم، واتمنى انا دائما وابدا اني اعطي دولتي مثل ما اعطتني. بالضبط. درستني علمتني كبرتني وصرت اللي علي اليوم. وانا اشجع الاجيال القادمه وبكثره وبقوه، انت يا ام شجعي بنتك، انت يا اب شجع بنتك.
الوظائف هاي ما تقتصر فقط على الشباب. صح، انت لازم تمكنها. ما نحن محتاجين في قسم طب الاسره نساء. صح. بالضبط. محتاجين في الاقسام الثانيه نساء. بالعكس هذا الشيء المفروض انتم تفتخرون فيه. ما يعني انا اداوم الصبح ولا اداوم المساء راح يصير في تقصير. بالعكس انا لازم اقسم الواجبات المنزليه مثلا اذا هي احنا نشوفها ممكن تاثر علينا. اقسمها بيني بين زوجي بين اهلي بين اخواني خواتي. صح، بتلقون التشجيع. ما يعني انا اوقف او خلاص اذا حسيت ان اول عائق يعني خلاص ارجع الورا، لا. صح، لازم اتخذ الخطوه هذه واتقدم. بالضبط. رساله اخيره توجهينها دكتور عفره للنساء اللي يسمعونك اليوم من خلال برنامج صحه وسعاده، يعني بدها توصينهم على نفسهم، توصيه اخيره لهم. عمرك لا تستحين، ببالنا نحن مفتوحه، الطبيبه دائما تكون صديقتك قبل ما تكون طبيبتك. بالضبط، صحيح. شكرا لك دكتوره عفره اهلي، اخصائيه طب الاسره بهيئه الصحه بدبي، مداخلتك اليوم بخصوص يوم المراه العالمي. ومثل ما دكتوره عفره وصتكم على صحتكم، دائما احنا النساء يعني نحط نفسها المرتبه الاخيره، يعني تلاقون النساء تجين العياده 10 مرات عيالها تعبانين، هي لما تتعب تقول لها دكتوره ما باقي العياده، ليش؟ لا عيالي ما عيالي. فلازم نهتم صحتنا، خصصي ولو زيارتين سنويا تروحين بس فحص كشف، الدردشين مع الدكتوره، لان اذا ما اهتميتي بصحتك ما تقدرين تهتمين بصحه شخص اخر. من سوالفنا عن المراه ويوم المراه راح اروح الى الدراسه. دراستنا اليوم تقول اظهرت دراسه حديثه اجريت في جامعه كولومبيا الامريكيه بان ممارسه النشاطات الطبيه البدنيه والرياضيه تسهم في الحيلوله دون انكماش الدماغ مع التقدم في العمر. يقول الباحثون أن ممارسة النشاطات البدنية قد تبقي صحة الإنسان العقلية في حالة من الشباب بمقدار 4 سنوات، مما يساهم في منع أو إبقاء الأمراض العقلية مثل الخرف. قالت الباحثة البارزة الدكتورة ييان جو الأستاذة المساعدة لعلوم الأعصاب بجامعة كولومبيا في نيويورك، لقد نشرنا مؤخرا دراسة تحتوي على معلومات عن النشاطات البدنية، ووجدنا أنها مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر. والدكتورة يايان جو قالت بعد أن الدراسة الحالية هي خطوة أخرى لإظهار أن النشاط البدني يساهم في الوقاية من فقدان حجم المخ. وجد الباحثون بأن الأشخاص الذين اعتادوا على ممارسة النشاطات البدنية كانت لديهم أدمغة أكبر مقارنة مع الأشخاص الأقل نشاطا. من المقرر تقديم النتائج في اجتماع للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب في نهاية أبريل القادم في تورونتو، وفق ما نقل من موقع UBI الإلكتروني. طبعا يحتاج بعد نقول عن الرياضة، احنا كثر كل حلقة في صحة وسعادة قاعد نقول الرياضة والرياضة والرياضة وأهمية الرياضة وأهمية أن تكون. أنا تعرفون شو اكتشفت أن الناس ما تمارس الرياضة، ليش؟ لأن تحس أنه فرض عليهم، يعني تحس أنه شيء زيادة في يومهم. لكن دائما نقول أنتوا إذا برمج، هو عبارة عن برمجة عقلية، أنا برمج عقلي هذا جزء من يومي خلاص. تعرفوا الناس النوم ورحت الدوام والتغدي والأكل والقيلولة وغيره وغيره، هذا جزء من يومي، نص ساعة إلى ساعة 5 أيام في الأسبوع. بعد يومين عندكم بريك، ما في داعي يسوون في رياضة في اليومين. نص ساعة إلى ساعة 5 أيام في الأسبوع بس مشي، استثمروا في حذاء مشي جيد، وغير هذا ما تحتاجون تدفعون أي شيء، فقط مشي. إذا بدينا ندرج النشاط الرياضي في حياتنا كشيء من الأساسيات اليومية اللي أنا أسويها، مو بكفرض، مو بكشيء مؤقت عشان ينزل وزني، مو بكشيء مؤقت لأن الدكتور قالي والله سكرك عالي لازم تمشي، مو بشيء مؤقت لأن والله الدكتور قالت لي أنا حامل وعندي سكر الحمل لازم أمشي عشان ما يولدوني قيصرية، مو بشيء مؤقت لأن الدكتور قالي كوليسترولي عالي والمشي يحرق الكوليسترول. ما إذا حطينا بالنا هذا مؤقت، خلاص راح يكون مؤقت، راح تستسجل نفسك. ليش؟ تحسه كأنه فرض. لا، حط ببالك أنا كل يوم راح أمشي نص ساعة، نص ساعة إلى ساعة مارس أي نشاط رياضي أنا أحبه، نط حبل، مشي، سيكل، إلا أنتوا تحبونه. وما شاء الله الممشى في كل فريج الدولة، ما شاء الله ما قصرت، كل فريج تلاقون ممشى. قلنا من قبل ان تروحوا المشي يا جماعه، او شيء توسعون صدركم، ثاني شيء تشمون الهواء النقي بدل ما انتم مخشوشين في البيوت وتحت المكيف هذا اللي كله يجفف ويسبب حساسيه للاغشيه المخاطيه للانف والعيون من جفاف اللي هو ماله. وغير هذا تتعرفوا على ناس جديده، والله ممكن جيرانك عايشين عندك 10 سنوات ما شفتهم، في الممشى بتشوفهم، ما حد يدق على حد ربابه في الايام، فتروحون عيالكم يركضون ويتمشون ويطلعون طاقتهم، انتم تجددون طاقتكم، تاخذون فيتامين د من الشمس وتتمشون. طبعا ما نتمشى في عز الشمس، لا، يعني نتمشى بعد الساعة 4 العصر تكون الشمس هدت أو أول الصبح، لكن عودوا نفسكم، عودوا ريولكم كل يوم، وخذوا معاكم ترى ممكن نسوي نشاط اجتماعي في البيت. كيف؟ تعالوا أنت، أسير أنت وحرمتك وعيالك
وامك وابوك وعمتك وعمك، قطفوا كنا بنصير نتمشى حين في الممشى، واستغلوا لو الممشى قريب بعد لا تركبون سياره، نقلل البصمه الكربونيه بالمره، ما نشغل سياره. اذا الممشى قريب خذوا مشي خفيف، طبعا اذا ما عندكم الله يحفظهم كبار في السن مرات يتعبون من المشي، بس اذا ما عند يعني في مجال تمشون للممشى ومن هناك كملوا المشي مالكم، صدقوني وايد يجدد من نفسيه الانسان، يرجع ونفسيته افضل ترى. وأهم شيء طبعا نحافظ على نظافة الممشى، وين ما نسير ما نوسخ المكان، ننظف مكانه ونترك المكان نظيف نفس ما حصلنا. أيمن خلاص خلصنا؟ أوكي. أيمن يطلعني يقول دكتورة خلاص بس تسوالف. المهم وصلنا نهاية برنامجكم، برنامج صحة وسعادة لليوم. شكرا لك أيمن سرحيل كنت معاي اليوم في الإخراج، وميرا المري كانت معاي في التنسيق. إن شاء الله كنا خفاف عليكم في هذه الساعة الإذاعية، إن شاء الله بلقاكم في الغد بالحياة. أريد أقول لكم لا تروجوا للشائعات، خذوا المعلومات مصادرها الصحيحة ولا داعي للهلع، فلن ألقاكم في الغد، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.